طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الحمد لله بدأنا ريكوردينج. نروح بقى نعمل نروح نعمل شير للسكرين مع حضرتك. شير الديسكتوب كله على بعض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكلاس روم بتاعنا. كويس، عايز اوري حضرتك هتجيب الفايلز منين ان شاء الله. لو رحت على الكورس بتاع واوي كلاود كومبيوتنج، بالمناسبه الحمد لله الفايلز موجوده هنا بتاعه الاونلاين كلاس. الفيديوز بنزلها ان شاء الله مع اللي على اليوتيوب. اللي حابب يتفرج على اليوتيوب يتفرج، اللي عايز داونلود مباشر يقدر داونلود من هنا ان شاء الله تعالى. بس دي بتنزل متاخر شويه يعني بتاعه يوتيوب. يعني هتجيب اللاب منين؟ اللاب جايد. فيو مور. اللاب جايد اهو. زي ما قلنا انا عندي هنا 3 فايلز، اللي هو ده الاولد بتاع الشباب بتوع في الكورس بتاع تكامل المؤسسات. وما هوش اولد ولا حاجه، هو في الحاجه كلها في بتاعت الانستليشن كامله وشويه كمان براوزنج كده للكورس. يعني لما حابب نسجل واحد جديد ان شاء الله لينا احنا. طيب، فده الفايل بتاع الانستوليشن. كويس، المفروض ان الفايل ده معمول فور انستراكتورز اللي هم بيحضروا اللاب. فالفكره كلها ان احنا طبعا دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه ان مش قادرين نيجي بقى الكليه، فنعمل لحضرتك احنا السيرفر. فحضرتك ايه، هتفتح انت هتعمل انت الفايل ده عند حضرتك انت. انا ما جربتش اعمله في الحقيقه، ما جربتش اعمله على فيرتشوال ماشين، لكن حضرتك ممكن تجرب ان شاء الله وتقول لي. انا مش هقول لك هي ممكن تنجح ولا لا، انا فعلا ما اعرفش يعني. لكن في هنا سطر في التيتوريال دي مهم قوي، اللي هو النستد فيرتشواليزيشن. كويس، اتاكد قبل ما تشغل كي في ام، تحاول تشغل ال الفيوجن كومبيوت على الفي ام بتاعت حضرتك ان النستد انيبلد. لازم النستد ليه؟ عشان اقدر اعمل في ام جوه في ام. ده الوضع اللي احنا عايزين نعمله اصلا في حاله ان احنا عايزين نشغل على فيرتشوال ماشين. كويس، هكتب الكوماند ده. طبعا هنا ده معنى لازم يكون روت. لو انا مش روت اكتب سودو قبل كات، يعني اكتب سودو مسافه اس يو دي او بعدين مسافه كات الكوماند ده. لو طلع يس واي خير وبركه خلاص نستد فيرتشواليزيشن انيبلد. يعني من ساس موديول كي في ام انتل، ده البروسيسور بتاعي انتل وده الاغلب اللي هو اي ام دي. هتلاقي الكوماند ده هيدي ايرور، فتبقى اكتب كي في ام اندر سكور لوس تاب، هيكمل هو ان شاء الله الايه البروسيسور بتاع حضرتك. بارامترز نستد. لو نو ايكو الاوبشن ده في الفايل ده. كويس، واعمل الكلام ده قبل ما تعمل اي فيرتشوال ماشين. هو الجزء الثاني ده لو هو ايه، لو حضرتك عندك فيرتشوال ماشين اوريدي اتعملت، فانت تعمل الجزء الثاني ده. طيب تعالى دلوقتي نفتح بقى بسم الله الرحمن الرحيم الفايل بتاعنا ونبدا نمشي مع الفايل. الفايل بتاعنا ده ايه الفكره اللي فيه؟ الفكره اللي فيه ان هو بيمشي مع حضرتك من اول ما بتنستول لينكس اصلا اوبونتو على ويندوز عند حضرتك او جنب ويندوز يعني. وبحب قوي في هواوي بالمناسبه، حتى هي وغيرها، بس هي بالنسبه لنا يعني اللي بنتعامل معاها دلوقتي سبحان الله، ان هم بيدوا ايشو لكل فايل والتاريخ بتاعه، تبقى تعرف الفايل ده جديد ولا قديم. بالمناسبه برضو ان شاء الله هنعرف على حضراتكم الفيجن كومبيوت سي ان اي والفي ار ام على الدرايف، بس بعد اذنكم على مش على على كلاس روم. فبعد اذنكم فعلا بلاش شيرنج لينكس بره الكورسات بتاعتنا، لان فعلا ربنا يسلم من المشاكل معاهم يعني. انت حاجه دي بفلوس، وبقول لحضرتك حتى الاكونت بتاعي كان استراكتور ماليش في، مش مسموح لي اصلا ان هو يدون الحاجات دي. طيب فيجن كومبيوت هو ايه؟ هو فيرتشواليزيشن سوفت وير بيتحط على فيزيكال سيرفرز علشان يفيرتشواليز سيرفر ريسورسز زي سي بي يوز ميموري اند نتورك انترفيس كاردز. فهنا الفكره عندي ان انا ايه، عندي سيرفر واحد سيرفر اثنين سيرفر ثلاثه، عايز ادخلهم عند فيرتشواليزيشن او فيجن كومبيوت بقى، ونعمل نحطهم جوه ريسورس بول واطلع عليه في امز. طيب الدوكيمنت دي بتشرح ان شاء الله ازاي اعمل انستول لفيجن كومبيوت على كومن بي سي. وانا في الحقيقه انا مش هحتاج 3 سيرفرز ولا حاجه ان شاء الله، 1 بي سي يكفي ان شاء الله تعالى. نوت البروسيجر ده بروفايد ان ذيس دوكيمنت فور تيستنج اند ليرنينج. طبيعي مش طبيعي ان حد يعمل كلاود كامل على بي سي واحد او سنجل لابتوب واحد يعني. Not for production، وده كلام منطقي. طبعا الدوكيومنتيشن بتاع فيجن كومبيوت ده قوي جدا، وانا يعني للاسف احتاجته، مش للاسف يعني احتاجته وانا بذاكر وقبل الامتحان وكده، وطبيعي ان اي حد يحتاج يتعامل معاه ان شاء الله. طيب هنعمل ايه ان شاء الله في الليكتشر دي؟
introduction preparations معينه، بعدين اكونفيجر وانستول بي سي 1 وبعدين اوبشنال بي سي 2 وبعدين تيستنج والابندكس ده انيبل ان اف اس سيرفر. هنتكلم عن الكلام ده كله ان شاء الله النهارده، ان شاء الله تعالى النهارده مع بعض يعني. طيب اوفر فيو الانستليشن ميثود. اول حاجه انا هبقى محتاج لينكس اوبريتنج سيستم على 1 اور مور كومن بي سيز. ليه 1 اور مور؟ انا على الحد الادنى لو عملت الفي ار ام وسي ان اي على نفس الفي على نفس الماشين خلاص يبقى كده 1 بي سي يكفيني. طب لو انا عايز اعمل 2 سي ان ايز الطبيعي ان اعمل في ار ام وسي ان اي واحده منهم على ماشين والسي ان اي الثانيه على ماشين ثانيه. هاوفر اللهم لك الحمد ولك الشكر ربنا سبحانه وتعالى بكرمه عليا الحمد لله والشكر لله ممكن نرن 2 سي ان ايز على نفس الفيرتشوال ماشين على نفس الماشين اسف يبقى عندي في ار ام و2 سي ان ايز مع بعض في نفس الماشين. اه بتبقى بطيئه شويه وتقيله وكده بس بتبقى ماشيه ان شاء الله بتبقى الدنيا كويسه ان شاء الله تعالى يعني. فانا هنا مش هعمل كده يعني مش هعمل كده لا انا ان شاء الله هي لينكس on PC1 عليه ان شاء الله VRM و CNA1 و CNA2 الاثنين مع بعض. هنا هو يقصد ايه؟ يقصد VRM ده for management ده مش بيكريت عليه virtual machines. هنا بقى CNA ده عليه ال VMs بتاعتي و CNA2 نفس الكلام. طب ليه احتاج CNA1 و CNA2؟ علشان اقدر نعمل high availability نزلني migrate ان شاء الله تعالى VM من هنا لهنا كويس. وصدقوني اللاب مهم جدا في الامتحان الادفانس بقى. وبعدين انا ان شاء الله مش بكلم ناس هتاخد اتش سي اي وتقف عايزين ان شاء الله اتش سي اي بي و اتش سي اي ومكملين ان شاء الله برحمه ربنا سبحانه وتعالى. طيب ايه السبيكس المطلوبه في البي سي؟ للاسف ميموري اقل من 4 جيجا مش هينفع نوت سبورتد وده اللي كنت بسال عليه في الفورم وكنت محتار جدا ان اكسبت ولا لا. بعدين قلت سبحان الله يعني اكسبت الناس ومحدش عارف ايه تدبير ربنا سبحانه وتعالى كلها خير يعني. لو الميموري اكبر من 4 واقل من 8 فانت كده ممكن تعمل ان شاء الله إيه لو عندك 2 بي سيز بالوضع ده هتنستول سي ان اي 1 على بي سي 1 وفي ار ام على سي على بي سي 2 وانا مش عايز كده مش هشتغل اصلا 2 بي سيز خالص ان شاء الله تعالى. إيه لو الرام اكبر من 8 واقل من 16 اللهم لك الحمد ولك الشكر هيبقى عندي 2 اوبشنز ان اعمل 1 بي سي بالوضع ده فانستول عليه سي ان اي 1 وفي ار ام او ان يبقى عندي 2 بي سيز بالمواصفات دي فانستول سي ان اي 1 وفي ار ام على بي سي 1 وسي ان 2 على بي سي 2. احنا ان شاء الله هنعمل ايه؟ هنشتغل ان شاء الله في الحته دي وهنستول ان شاء الله تعالى سي ان اي 1 و 2 في ار ام على 1 بي سي ان شاء الله تعالى وهنشوف زي مع بعض دلوقتي. طبعا اكبر من 16 توكل على الله ربنا يبارك يا رب ويبارك لحضرتك وينفعك بما عند حضرتك. طيب في الحقيقه فكره ايه هو كاتب نوت هنا ايه فكره ان انا بحتاج انسول فيجن كمبيوتر على 2 بي سيز ان انا اكفر المالتيبل سيناريوز اللي هي الهاي افيليبيليتي كويس انا امجريت واعمل بقى فيلير سيناريو فيلير متعمد وكده لل اسمه ايه للسي ان اي يعني. طيب الانستليشن ميثود هيبقى عندي اربع خطوات ان شاء الله. اول حاجه البريبريشنز ثاني واحده انستول كونفيجر البي سي ثالث واحده بي سي 2 دي اوبشن زي ما قلت هيبقى عندي اوريدي اصلا بي سي 1 هحط عليه الاثنين ان شاء الله. فانا وانس بس هكرر سي ان اي 2 دي احطها هنا معايا مع الانستول كونفيجر بي سي 1 ذن اتست الفيجن كمبيوتر انستليشن ان شاء الله تعالى وهنشوف ازاي انا هنستول النتورك فايل سيرفر وابدا بقى ايه اشتغل عليه. طيب هجيب الريسورسز منين؟ الفيجن كومبيوت زي ما قلنا هنحتاج اثنين اوبريتنج سيستمز هحتاج سي ان اي ايزو وهحتاج في ار ام ايزو. لو عملت كليك على اللينك دي هيوديني هنا انا مش لوج دي ان ولا حاجه مش عارف هو كده فتح ولا لسه ماشي شكرا جزيلا اهو فيجن كومبيوت 651 ده اللي ببلشد 2/7/2019 اعتقد هم اكيد قربوا على حاجه ثانيه يعني. فلو دخلت عليه هلاقي هنا بقى ايه سي ان اي كويس والفي ار ام حلو عايز الايزو ده والايزو ده طبيعي ان انا ايه ادخل على ده وادخل على ده في هواوي ما تدخلش على الحاجه نفسها ادخل على الداونلود من هنا كويس هيطلب عليك لوج ان وبتاع وكلام من ده هتجيب الاكونت بتاع حضرتك لو جابه خير وبركه يعني عايزك تجرب كده تخش بيه لو ما جابوش ايه انا هكون مدي لكم ان شاء الله تعالى يعني وانا فاكر لان اصلا مهم يعني فانا هجيب ان شاء الله السي ان اي والفي ار ام كويس. طيب هنا ليه اروح اجيب اوبونتو هو مفترض ان حضرتك على ويندوز ان هو مفترض دلوقتي ان احنا عندنا ويندوز كويس فانا اروح ادونلود اوبونتو ولازم اوبونتو الفيرجن ده ال 18.04 ال تي اس ما تجيبش 19 19 اجدد وبتاع وكده بس الكومنز اللي هنا مش هتيجي على 19 هتاخد ال ار ال دي كوبي وتروح تحطها في البراوزر بيست اند جو هيبدا يحمل ايه الايزو المفروض يعني كويس اللي هي ال 1.9 جيجا ودي اللي احنا عملنا انستول امبارح الحمد لله والشكر لله في ال في ال في الفي ام وير بلاير.
هاجي بقى هنا اجيب البين درايف لينكس ده. ايه موضوع اليونيفرسال اس بي انستولر؟ ان انا عايز بقى احول اليو اس بي الاوبونتو ايزو الى واجيب يبقى عندي فلاش يو اس بي الى بوتابل بوتابل يو اس بي. فهعمل ايه؟ هجيب الابلكيشن ده اللي هو يونيفرسال يو اس بي انستولر، وده اشهر واحد في الحقيقه بيشتغل على ويندوز. بنجيبه منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده هو الداونلود بتاعته حاجه كده، هو صغير جدا ومش انستولبل اهو، كويس ومش انستولبل. ده هو اكس اي، هيشتغل على طول ان شاء الله مع حضرتك. طب سيب الصفحه دي مفتوحه يمكن نعوزها. طبعا هنا ايه حضرتك ادفايس انك تجيب اخر ريليس. طبعا هم ان شاء الله اكسبكتد لما يغيروا ال 6.5 هيعملوا دوكيمنت جديده بالحاجات الجديده يعني 18.4، ده بتاع اللاب بتاعنا اللي احنا فيه ده ان شاء الله. طيب هنا بقى الحلو في الفايل ده ما شاء الله ان هو ماشي معانا خطوه خطوه. اول خطوه هو هيطلب من حضرتك تدخل على البايوس بتاع البي سي. ايه البايوس ده؟ لو البيزك انبوت اوت بوت سيستم، علشان اكونفيجر البي سي بتاعي فور شويه سيتنجز كده، كويس. فكل لابتوب له البتن بتاعه اللي بعمله بريس عليه وهو بيبوت، ولو مرضاش لو حضرتك عندك ويندوز 10 وبواخد قوي مش لاقي البتن ده وعملت دوس عليه وهو مرضاش يدخل عليه، قول له بوت ان بايوس ويندوز 10. ويندوز 10 للاسف يعني ما علينا عامله قصه دي من حته معينه كده اللي هي ايه، هتدخل على، ممكن ابعت لحضرتك اللينك دي برده دلوقتي على تليجرام ان شاء الله. عايز ده البايوس، شكل البايوس عندنا اهو، بس عايز ادخل له. فادخل له منين؟ من سيتنجز. سيتنجز ابديت اند سكيورتي ريكفري ريستارت ناو ريستارت ناو، واختار ترابل شوت كويس، واروح على ادفانسد اوبشن و يو اي اف اي فيرموير سيتنجز. هدخل كده ان شاء الله بقى ايه على البايس. هبعت لحضرتك على تليجرام، وطبعا ايه هتشيلها في مكان مع حضرتك وانت شغال، يعني مش هتاخدها كده وتريستارت فتروح منك. يعني حاول تخيل على الموبايل مثلا، افتح الاي او على الموبايل او حاجه بحيث تعرف تتابع منها ان شاء الله. انا اسف كلامي يبدو بديهي بس معلش، يعني انا بتكلم عن حاجه حصلت معايا شخصيا. طيب فانا هشوف الطريقه المناسبه ليا. لو انا باتون معين اف 12 اف 2 اف 8 اسكيب وهو بيبوت دخلني على البايوس خير وبركه. لو هو لا ويندوز 10 بواخه قوي ولازم ادخل من الويندوز 10، خلاص هعمل كده ان شاء الله تعالى. حلو. طيب بعد ما ادخل على البايوس اروح على سكيورتي، غالبا بقلب بقى هنا يمين يمين ويسار بالاسهم وفوق وتحت عشان ادخل بقى جوه منيو معين. يعني لو دول اكتر من منيو جنب بعض هروح بقى يمين ويسار عشان اتحرك بين التابس وبعضها تحت وفوق عشان انزل ايه في المنيو دي. فروح على الفيرشواليزيشن وانيبلت كويس، الانتل فيرشواليزيشن تكنولوجي، وده اللي هو الهاردوير سبورتد بقى اللي كنت بتكلم عنه كويس اهو. يعني هو كده سبحان الله فيرشواليزيشن انتل فيرشواليزيشن تكنولوجي وان انيبلد ا في ام ام ايا كان نوعه بقى. Can you tell the additional hardware capabilities provided by Intel AVT Virtualization Technology اللي هم 19 كوماند اللي ايه اتكلمنا عنه قبل كده، يعني لازم تعمل له enable. وفي فرق بين VMX و SVM لو انا فاكر صح. VMX ده بتاع Intel، SVM ده بتاع AMD. طيب فدي اول خطوه كده عشان اعرف اصلا اعمل فيرتشوال ماشينز على البي سي بتاعي او اللابتوب بتاعي. الخطوه الثانيه بقى ان انا عشان اشغل اصلا لينكس لازم اعمل ديسيبل السكيور بوت. وما تقلقش الموضوع مش سكيورتي بقى وهاكينج وبتاع القصه اللي الناس بتتكلم فيها دي او الناس ممكن تفكر فيها، اسف. القصه هنا ان مايكروسوفت مبوخه على الاوبرينج سيستمز اللي هي اوبن سورس، فعلشان هم ما عندهمش فيريفيكيشن معين كده ان هم جايين من شركات في الاغلب، فالافضل اعمل ديسيبل خالص للسكيور بوت كويس. فانيبل السكيور بوت هو كده كده السكيور بوت وانيبل بريفنت ان اوثرايز اوبريتنج سيستمز. هو اصلا هو كوميونتي اديشن مين هيعمل اوثرايزيشن يعني. فلا طبعا اعمل انت ديسيبل عادي جدا، ما تقلقش من القصه دي ان شاء الله. هتعمل ديسيبل وهتروح على ستارت اب وتختار بوث اليو اي اف اي والليجاسي بوت، لان بيتعامل مع لينكس ان هو ليجاسي بوت مش يو اي اف اي. فتختار ان شاء الله ايه، تختار بوث وما تقلقش لك ممكن تفقد ويندوز وبتاع، توكل على الله يعني استخير ربنا سبحانه وتعالى، او وضروري تستخير قبل ما تبدا القصه دي ان شاء الله. استخير وتوكل يعني ما تقلقش منها ان شاء الله يعني. فبعد ما تعمل الكلام ده تعمل بقى سيف واكزت كويس. بعد ما عملنا داونلود بقى نرجع بقى لتحضير الفلاشه بتاعتنا.
بعد ما عملنا هنا داونلود بقى من الصفحة دي لليو يو اي، هروح بقى اعمل ايه الخطوات. طبعا كنت عامل داونلود الايزو بتاع اوبونتو، فراح اختار انسرت فلاش، والفلاش بتاعي المفروض يكون عليه اكتر من 4 جيجا لو انا فاكر صح. ان شاء الله تعالى لازم انسرت فلاش يو اس بي، مش كتب السايز دي معرفش، اكيد عليه اكتر من 4 لو انا فاكر صح ان شاء الله يعني. فهختار التايب اوف او اس بتاعي اوبونتو، بعد كده براوز للايزو، وبعدين احط بقى اختار مكان الفلاش اللي عايز انستول عليه الاوبونتو، مش انستول عليه اسف، اللي خليه بوتابل بحيث ان هو يقدر يرن الاوبونتو ابوت منه بقى لما على اللابتوب بتاعي كويس. وعشان بقى احضر الديسك بارتيشن على ويندوز او اس، هروح على ديسك مانجمنت. هو جاب دي اصلا منين؟ ويندوز واكس، كنتش عارف الحكايه دي. ويندوز واكس هطلع لي الويندو دي، اختار ديسك مانجمنت زي ما قلنا. اروح طبعا هو هنا جايب لك اصلا ان عنده سي ودي. طب لو ما عنديش سي ودي هعمل ايه؟ هاجي على سي ورايت كليك واقول له شرينك، فالشرينك هيفضي لي مساحه. فاديك مساحه قد ايه؟ حاول يعني، هو هنا عامل 8 جيجا مكفينه، كبر شويه خليها 20 جيجا على الحد الادنى يعني. طبعا كل ما كان اكبر كل ما كان احسن، هو انا ان شاء الله يعني رايي الشخصي بعد اذنك انك تكبر عشان تكمل مع لينكس ان شاء الله، تتعلم الاثنين ان شاء الله مع بعض. وده امر ضروري ان شاء الله. فلما هتعمل شرينك لسي تقول له شرينك بقد كده، يطلع لك بقى دي بقى تقول له ايه؟ تعالي ديليت فوليوم بحيث انه يبقى ايه؟ ان الوكيتد. لازم يبقى ان الوكيتد كده عشان نقدر ننسون عليه ان شاء الله لما بوت. طيب لما اجي ابوت بقى هدوس غالبا على اف 12 كويس، والمره دي انا مش عايز اخش البايس، عايز اخش البوت اوردر. يعني لو لقيت بوت اوبشنز هو ده اللي انت عايزه كويس، فادخل على البوت اوبشنز على البوت منيو وابدا اعمل انسول اوبونتو زي ما عملنا كده امبارح في الفيديو بتاع الفيرتشوال ماشين كويس. هنا بقى ايه؟ اختار الكيبورد وبعدين لا انا ما انصحكش مينيمال، اعمل نورمال انستليشن. عشان كده بقول لك خلي الهارد ديسك 20 جيجا، اعمل نورمال واختار الثيرد بارتي، هيبقى اسهل بكتير. هو هنا اصله كان عامل ده على سيرفر فبيزرع هيمسحه وخلاص، هنا عندك لا غالبا على البيرسونال لابتوب بتاع حضرتك فانت عايز تستعمله برده كيوزر يعني. طيب اسلم حل اسلم حل انك تعمل انستول اوبونتو بسايد ويندوز، بس كده خلي بالك لو هتعمل كده ما تعملش شرينك فوق وديليت، خليهم جنب بعض على طول وخلاص. انما انا ما انصحش كده، انصح انك تعمل something else وتختار من something else البارتيشن اللي حضرتك عملت مسحته من شويه، هدي طالع لك اصلا باسمه يعني وباللتر بتاعه، وتعرفه من المساحه، عارف دايما مساحته قد ايه، وتاكد ان هو ده، واعمل نيكست عليه وقول له ايه يديليت كل حاجه عليه وكده زي ما عملنا امبارح في الفيرتشوال ماشين. تختار بقى البلد واليوزر نيم والباسورد والانستليشن، ياخد حوالي 15 دقيقه كويس. وبعدين هتعمل ايه؟ هتعمل ريستارت ان شاء الله. طيب لو عملت بقى ريستارت ادخل جوه مين؟ جوه اوبونتو. الاول قبل ما نكمل، في حد عنده سؤال في الكلام اللي اتقال من شويه ده؟ في حد يريز هاند بعد اذنكم لو حد في حاجه بالنسبه له مش واضحه؟ هو الكلام ده عادي ان شاء الله، ما هوش حاجه صعبه يعني. انت بس ايه لو تاخد رايي الشخصي، ان بياناتك من على اللابتوب بتاعك وخش سم الله، وبعد الاستخاره اطحن في القصه يعني. طيب هنكمل ان شاء الله تعالى، جزاكم الله خير. لو حد عنده سؤال يريز هاند على طول، احنا مع بعض ان شاء الله في القصه دي. من اول هنا بقى هروح انفذ انا ان شاء الله. من اول هنا دلوقتي هروح على ايه؟ على الاوبونتو. هنا بيقول لحضرتك ان انت ممكن تروح على اي سبيس على ديسكتوب فاضيه ورايت كليك اوبن تيرمينال، او تعمل الت كنترول تي بيفتح التيرمينال ده كويس. التيرمينال ده هكتب عليه كوماندز. الشاشه كده واضحه ان شاء الله؟ لو واضحه بس ريز هاند بعد اذنكم. لو واضحه كده اكتب زي ما هي كده السايز بتاع تستنج كواليتي بتاعت القصه. طب تمام الحمد لله والشكر لله، شكرا جزيلا لحضراتكم. طيب هنا بعمل ايه؟ اول خطوه هنا هيطلبها مني، بسم الله الرحمن الرحيم، اني اعمل ابجريد لل اعمل ابجريد للاوبونتو بتاعتي كويس. فاروح اقول له ايه؟ هقول له سودو ابت ابديت، سودو از ا سوبر يوزر كادمنستريتور ابت ذا ريبوزيتوري. اوبونتو اصلا او كده لينكس عموما قبل ويندوز بكتير كان عنده موضوع السوفت وير سنتر ده، ان هو عنده مكان ما بيمنتين فيه الباكجز واقدر انستول منه السوفت وير بتاعنا اللي انا عايزه وكلام من ده يعني. فانا هقول له سودو ابت ابديت، صح؟ ابديت كويس. ابديت ده
هنطلب الباسورد. وعلى فكره هو كده كتبها، يعني مش لازم تطلع قدام حضرتك بالظبط. يعني هنا هيبدا ايه، يروح يتشيك الباكجز اللي ليها ابديتس وهي انستولد عندي كويس. هيروح يجيب الميتا داتا، وهنا ما راحش جاب الباكجز نفسها، وهنا جاب بس الايه، جاب الميتا داتا. وبالمناسبه لينكس لازم يبقى عندك انترنت على طول ان شاء الله، يعني ما تحاولش تشتغل عليها ومفيش انترنت. هنا بيقول لي ايه، ان في 50 باكجز كان بي ابجريدد كويس. طيب هنا هيطلب مني بقى الخطوه الثانيه، نقول له سودو ابت ابجريد. فاقول له هنا سودو ابت ابجريد كويس. هنا هيقول لي ايه، ان هو عايز يداونلود 177 ميجا من على الانترنت، وهيبقى هيحتاج مساحه قد كذا. انا هقول طبعا نو، بشرح اونلاين فما فيش وقت للكلام ده اصلا، بس انت عند حضرتك انت اعملها. خلي بالك ان هنا قلت نو والحمد لله مش شاغل بالي. ليه؟ لان هنا كنت عملت الكلام ده اول ما عملت انستليشن، وانا اوريدي اصلا عندي كي في ان والحاجات دي انستولد خلاص الحمد لله. فانا مش يعني ان شاء الله، ان شاء الله ربنا ييسر لي وتشتغل معايا، جربتها قبل كده الحمد لله هنا يعني. انما حضرتك لو تبقى اول مره بتشغل، لا اعمل ابجريد معلش، واصبر عليه شويه لما ايه، لما يداونلود. طيب هنا عايز يتشيك هل الفيرشواليزيشن سبورتد ولا لا. عايز يتشيك الخطوه اللي هي بتاعت انيبل الانتل في تي اكس انيبل ده صح قبل كده ولا لا. فناخد الكوماند ده اي جراب داش سي، خده كوبي رايت كليك وكوبي عليه، وهنا رايت كليك وبيست او كنترول شيفت دي كويس. انا فاكر بس ان ده كان فيه مشكله واحده، انك هتعمل سبيس كده، يعني هتسيب سبيس هنا بين ده وبين ده، لان ده ده غلط، مش صح نبقى لازق فيه كده يعني. تمام دي كانت مشكله ماشي. انا فاكر ان ده كان بي، انا اسف. طيب لا طبعا هو ده برضو نفس الكلام، مش لاقي سي بي يو انفو، يعني مش لاقي سي بي انفو. انا فاكر ان كان في هنا حاجه مكتوبه غلط، كنا بن حتى الفيديو اللي فات انا فاكر برضو كنت بنساها كل مره. الايرور واضح، هو بيقول هنا الايرور مش لاقي سي بي يو انفو. لا مش كده، تفتكر الموضوع كده هزعل اهو. برضو الفايل موجود، انا متاكد انه موجود كويس. هنا الاول انا عايز اعمل ايه، هو عايز هنا اي جراب بتول اسمها اي جراب بتعمل سيرش، عايز يكاونت كام مره عندي كلمه اس في ام او في ام اكس جوه الفايل ده كويس، عشان فاهمين الكوماند مع بعض. بس فايه اللي حصل عندي، اللي حصل عندي ان هو في التيوتوريال هنا مش سايب سبيس قبل اسم الفايل. حلو، حتى هنا في صوره هو سايبه اهو، يعني هنا في صوره هو عامل اجرب داش كاونت، عايز يعد كام مره عندي الكلمه دي في الفايل. فهو هنا الغلطه دي هنا، يعني السبيس دي واضحه كده. فالمفروض ان انا لما اخد ده كوبي هيروح هنا ينفذه اللي هو ده. بس هو هنا دلوقتي بيقول لي اجرب ده نو ساتش فايل اور دايركتري، مش لاقي اصلا الاس في ام او الاكس. طيب هو هنا جاب الحاجه، خلي بالك هو هنا جاب كل اللي جوه سي بي يو انفو، انا عايز بس اعد كام مره عندي اس في ام او في ام اكس. فبس انا فاكر المفروض انا اعمل، المفروض انا اعمل الجايد بتاعي واحطه ودي لحضراتكم، ده واجب عليا بصراحه يعني. انا فعلا مش منطقي ان انا افضل كل مره امشي معاهم كده وتطلع معايا. الفيديو اللي فات انا عارف، ايوه هنا بقى بس اجيب الكاونت ان شاء الله تعالى. الحمد لله وشكرا. ده كومنت، انا اسف يا حضرات معلش، ان شاء الله انا همسح طبعا الجزء اللي فات ده في التسجيل. يبقى تاني انا هنا هاخد ايه، هاخد الكومنت ده اللي هو بقى عايز اتشيك هل الفيرتشواليزيشن اشتغل صح ولا لا.
او انا عملت السيتنج صح ولا لا، واتاكد ان انا سايب السبيس ما بين اسم هنا وهنا. اس في ام، في ام اكس ده اللي هو انتل، اس في ام اللي هو بتاع بتاع اي ام دي. فانا اقول له اس في ام، اعتقد هيقول لي زيرو. كويس، لان ده إن عندي هنا الحمد لله انتل بروسيسور، فلازم اقول له ايه في ام اكس. كويس، لو انا قلت له اصلا في ام اكس كده اور اس في ام هيشوف لي ده او ده. كويس، غالبا هنا جت 8. يعني انا فاكر ان انا كنت عملت الكلام ده قبل كده هنا، معرفش ما كانش بيجي معايا ليه، بس ابقى قول لي كده لو في حاجه. ابقى خلينا مع بعض على تليجرام شانل ان شاء الله. فالكوماند اهو نفس الكوماند بالظبط كنت باخده قبل كده. سبحان الله، كل اللي عملته انا عملت مره بس الاس للفايل، ده مش مهم قوي اكيد، وعملت ايه جريب من غير الكاونت، بعدين عملت الايه، بعدين عملت الكاونت يعني. طيب طبعا لازم يديك رقم النام. هنا الحمد لله البي سي ده اللهم لك الحمد اي 7، فمديني ايه ان هو عنده 8 بروسيسورز يعني 8 كور. طبعا هو مش 8 كور ولا حاجه، بس ايه بيقولوا كده. طيب بعد كده بقى ايه، انستول كي في ام. كي في ام زي ما خدنا بقى في محاضره النهارده، هو شويه برودكتس، هو او شويه سوفت وير، مش حاجه واحده. هو عباره عن ايه، عباره عن كيو ام يو، كيو ام يو كي في ام اللي هيربط كيو ام يو مع كي في ام. بعد كده ليب فيرت الباينري باكجز يعني الانستولابل. بعد كده بريدج يوتيليتيز والفيرت مانجر ده جي اي، الفيرت مانجر ده جي اي. ليب فيرت، الليب فيرت اللي هي السوفت وير لايبرري او تول هكونكت عليها ان شاء الله. كيو ام يو فور ايميوليتنج الانبوت اوتبوت ديفايسز. كيو ام يو كي في ام عشان اكونكت كيو ام يو على كي في ام عشان نستخدم كي في ام فور سي بي يو اند بروسيسور اند رام اسمه ايه فيرتشواليزيشن. هنا اوريدي الحمد لله والشكر لله ايه بيقول لي ان هو المفروض ان هو ليتست فيرجن يعني بريدج يوتيلز از اوريدي ذا نيوست فيرجن، كيو ام يو كي في ام از ذا نيوست، كيو ام يو از اوريدي انستولد، فيرت ام ذا نيوست فيرجن. وعايز يابديت شويه باكجز كده اللي هي دي ودي ودي ودي، انا بنزل حاول. لا كويس، مفيش وقت داونلود اونلاين، كفايه ايه الوقت اللي بيروح في الديمو. طبعا بذلك انت هتقول له يس، لان هتبقى اول مره لحضرتك يعني. ذن تعمل ريبوت. كويس، ريبوت هيستارت الماشين. بيطلب من حضرتك تعمل فولدر اسمه ايزو، مش شرط الاسامي على فكره، بس الاسامي بتريحنا لان ايه بمشي مع الجايد معانا يعني. هسميه ايزو واحط فيه الفيجن كومبيوت سي ان اي والفير ام. انا عندي هنا هم الحمد لله والشكر لله في دوكيمنتس في واوي، عندي سي ان اي وعندي الايه الفير ام، حاطط الجايدز موجود هنا ما كنتش واخد بالي. فانا كده ايه جاهز خلاص، هبعته لحضرتك ان شاء الله اونلاين. هو طبعا ده 1 جيجا وده 84 ميجا، فايه المساحات بقت اللهم استعان. طبعا انا عملت انستول فيرت مانجر، فافتح فيرت مانجر ده، ده بقى الجي اي بتاعنا. كويس، هكريت منه الفيرتشوال ماشينز وكلام من ده. لان انا دلوقتي انا عايز كريت الفي امات لكل حاجه. طبعا دول القدام بتوعي انساهم خالص، انت عندك هيبقى فاضي طبعا ان شاء الله. وعند حضرتك برضو لو رحت عملت كده في تول اسمها نانو، في الكتابه سهله قوي على الـ على على لينكس. هكده اقول لحضرتك اي تي سي نتورك انترفيسز. الفايل ده هنعدل فيه دلوقتي، هو اوتوماتيكلي لما انا بكريت الكومنتس بيعدل فيه. فنعمل ايه بس، انا هقفل هنا الفايل ده لان انت طبيعي ان هو عند حضرتك فاضي. انا كان المفروض اعمل كده قبل ما اشغل مع حضرتك هنا. بالمره اوري حضرتك نانو، نانو بيكتب عادي جدا زي النوت باد، وكنترول او بيعمل رايت اوت يكتب، كنترول اكس اكزت. طيب فانا هنا بقى لما هشغل فيرت مانجر ازري انسى خالص دول، مش همسحهم معلش، انساهم خالص. هسمي لحضرتك النهارده الاسامي كلها اولها اتش سي اي اي ان شاء الله تعالى. طيب اد تو فيفرتس، لو انت جيت هنا على فيرت مانجر عملت اد تو فيفرتس هيثبته لحضرتك ايه هنا على الفتاب ده. طيب هو اول حاجه بقى بقول لحضرتك ايه، هتروح على اديت و هتروح على اديت كونكشن ديتيلز نتورك انترفيسز. تاني كده بسم الله الرحمن الرحيم، edit connection details network interfaces علشان اعمل بريدج. انت عارف بريدج دلوقتي يعني ايه؟ بريدج يعني هعمل زي سويتش، زي فيرتشوال سويتش، مش زي هو فيرتشوال سويتش،
على السيرفر بتاعي انا حاليا. الماشين دي الحمد لله كده بقت سيرفر خلاص بالنسبه لنا. هعمل عليها فيرتشوال سويتش كويس، اكونكت عليه الفي ار ام والسي ان اي 1 والسي ان 2 ان شاء الله. فاجي هنا اقول له ايديت كونكشن ديتيلز نتورك انترفيسز وادوس على الزائد كويس، واقول له انا عايز بريدج واختار اصلا باي ديفولت كويس، عايز بريدج واقول له فورورد. بسم الله الرحمن الرحيم. واسمي البريدج اي اسم، انا هسميه بريدج نسميه بريدج 3 كويس. وهنا هيقول له حضرتك تحب تران البريدج ده على اي انترفيس، يعني ايه اللي هيتربط عليه. اختار الوايرلس هنا في التيوتوريال، نختار ال اختار اي ام بي اس. ده لا سيبك منه ان هو هنا ده سيرفر، يعني ظني والله تعالى اعلى واعلم، ربنا يغفر لي، ان ده اللي هو بيقول عليه ده سيرفر مش لابتوب ولا بي سي عادي بيرسونال يعني. فاحنا طبعا احنا في الاغلب اللي هيبقى شغال لابتوب هيعمل ايه؟ هيختار على الوايرلس كويس. فانت اختار من هنا الوايرلس زيرو كويس، والستارت مود اون مود قول له لا، قول له نعم، سيبك برده من اون بود دي كويس، قول له نعم. اهم حاجه عندنا تعمل كونفيجر للدي اتش سي بي كويس. الدي اتش سي بي لما تختار كونفيجر هيقول لك بقى ايه، دخل اي بي ادريسز، اي بي ادريسز للبريدج كويس، ودي مهمه جدا. هنا سيب برده من الارقام بتاعته دي، انا عايز حاجه تشتغل زي احنا بنشتغل في الرينج بتاعنا بتاع راوترات مصر. راوترات مصر باي ديفولت بتدي 192 168 واحد حاجه كويس، من اول واحد واحد وانت طالع يعني. فانت عشان تبعد عن الرينج اللي في البيت، يعني في الاغلب ظني والله اعلى واعلم ان ما حدش عنده في البيت من اول مثلا 100، فدي البريدج واكتب الكلام ده بعد اذنك في ورقه عندك. انا بكلمك حاليا والله وانا بكتب الكلام عشان ما انساهوش ان شاء الله تعالى. هدي البريدج 192 168 واحد 100، وهدي ان شاء الله الفي ار ام 192 168 واحد 101، ودي ان شاء الله سي ان اي 1. لا ممكن نعمل حاجه ثانيه كويسه، هدي سي ان اي 1 ان شاء الله 192 168 1 101، ودي سي ان اي 2 192 168 1 102، ودي الفي ار ام 192 168 1 103، بحيث يبقى سي ان اي 1 مع 101، سي ان اي 2 مع 102، الفي ار ام مع 103 كويس. ودي البريدج 1 100. فهي هنا كده ان شاء الله تعالى سيب الارقام دي مع احترام الشديد يعني، فاحنا في حاجتنا احنا ان شاء الله تعالى. اجي هنا واقول له البريدج بتاعي ده مش دي اتش سي بي، خليه ستاتيك كويس، وادي البريدج بسم الله 192 168 1 100، ومش فاكر اداله ديفولت جيت واي ولا لا، ما ادالوش جيت واي زي ما اداك الجيت واي اوبشنال اصلا، لما هيبقى معاد على سويتش واحد مفيش اصلا خروج بره خالص، هيبقى كلهم ان شاء الله ايه مع بعض هنا يعني. وركز كده معايا ان اول ما دلوقتي هبدا اشغل البريدج هنترك عندي فصلت، ما تقلقش من القصه دي خالص كده. البريدج ان شاء الله ايه اتعمل بسم الله وفينش كويس. البريدج ما اشتغلش لغايه دلوقتي، لسه ما شغلتوش. هنا بقى اقف عليه واقول له على الاخضر ده ستارت، هنا ازود بريدج ازود انترفيس جديد او ديليت، ده هيديليت كويس وده هيستوب لو هو شغال. قول كده بسم الله الرحمن الرحيم ستارت انترفيس ار يو شور يس، بسم الله الرحمن الرحيم كويس. طيب لما عملت ستارت اصبر عليه لما يشتغل بقى اكتف دلوقتي. لو رحت بقى هنا على الفايل اللي كنا فيه من شويه اللي هو لا اللي هو النانو ماشي عشان بس اي تي سي اي تي سي نتورك انترفيسز هلاقي زود لي هنا بريدج 3 كويس. فانا هنا كاني عامل لما اكون عامل كومنت كده كاني عملت له ديليت يدوي يعني، حلو. زود لي الادرس بتاعي والبريدج بي على اي بورت اوتوماتيكلي، حط حاجه اسمها اس تي بي وفورورد ماليش دعوه بيهم دلوقتي، ممكن الكنترول اكس الكلام ده مش عايز حاجه كده خلاص. طيب كده احنا الحمد لله والشكر لله اول خطوه ان عملت فيرتشوال سويتش على اللابتوب بتاعي اكونكت ان شاء الله على الفيرتشوال ماشينز. الخطوه الثانيه بقى ان اعمل ستورج واعمل بريدج نتورك، ان ابدا اوصل بقى اعرف مكان اجيب منه الايزو فايلز بتاعتي. فهاجي على الفيرت مانجر كيو ام يو كي في ام كونكشن ديتيلز، اروح على ستورج واد ستورج بالنسبه لي. بسم الله بسم الله. طب هنقفل ده مفيش داعي له خلاص دلوقتي، خلاص وكده البريدج شغال الحمد لله والشكر لله. هاجي هنا واروح على كده
معلش اسف هفتكر بس كده كانت مين. كانت من ادت معقول؟ لا طبعا اسف. كانت من ادت كونكشن ديتيلز ماشي. الاستورج جنبها على طول تمام. الاستورج هروح هنا اقاد استورج جديد. سيبك من اللي عندي برضو، انا هجيب لحضرتك الاستورج الجديد بتاع النهارده وانا هسميه اتش سي اي اي، اتش سي اي اي 01، يعني حضرتك اول كلاس اونلاين ربنا يتمنى بالخير يا رب ويبارك فيكم جميعا. هسميه اتش سي اي اي 01 واختار دايركتوري، لان هو بالنسبه له هيبقى نزل كي في ام هو ستورج بس هو دايركتوري بالنسبه لنا احنا، واقول له فورورد. اعتقد هيقول لي بقى ايه، تختار التارجت باث اللي فيه الايزوهات. الايزوهات عندي على دوكيمنتس على واوي، هي بتاع هي واوي، هي اصلا هم جنب بعض يعني مفيش مشكله خالص. يبقى معايا حاجات تانية جنبه واقول له فينش. ايرور كرييتنج كود نوت ديفايند ستورج سورس كونفليكت، هو اوريدي متعرف عنده. طب انا هعمل ايه؟ سهله جدا ان شاء الله. هاجي هنا واكنسل وديليت ده، ديليت سي اس اي اس او ده، وديليت ده كمان، وديليت ده كمان. لا لا انا اسقط فيه بس كفايه. تصدق لو ستوب استوب ده كويس، واروح اعمل ايه؟ اعمل اد. طبعا عندك انت مش هيحصل الكلام ده ان شاء الله. اتش اي 01 فورورد ابراوز دوكيومنتس واوي اوبن بسم الله فينش. لازم ديليت، سامحوني معلش دي حاجات كده حاجه اجربها بقى ودينا نجرب مع بعض يعني. خلاص ديليت ايه المشكله يعني، كده كده اصلا هديليت التنين دول ان شاء الله مش عايزهم دلوقتي خالص. بس ما احبش ديليت عشان ايه؟ احتياطا يعني. بس خلاص اتش سي 01 براوز بسم الله دوكيومنتس واوي فينش الحمد لله والشكر. جاب لي الحاجات اللي ايه؟ اسف لو وقفت كده عليه جاب لي الحاجات اللي جواه، السي ان اي ايزو الفار ام ايزو والاثنين بي دي اف. طيب كده خلاص كده السويتش السويتش بتاعنا اتعمل الحمد لله والاستورج جاهز. هنا بقى اروح اكريت اول في ام. حلو، هنا هيبدا بسي ان اي، فاروح هنا بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص ممكن اقفل ده بقى دلوقتي. اقول بس النتورك انترفيس شغال، شغال كده الحمد لله والشكر لله. الاستورج اون، اون خلاص اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. طيب اروح اكريت اول في ام، هاجي هنا نيو في ام بسم الله الرحمن الرحيم. كويس، الفي ام دي هجيب الايزو بتاعها منين؟ لوكال انستول ميديا، اقول له فورورد. هيقول لي اختار ايزو ايمج، هيجيب الايزو منين؟ هقول له تو يوز ايزو ايمج طبعا، واقول له براوز. اول ما اقول له براوز اروح بقى على اتش اي اي 01 بتاعتي دي واختار ايه؟ واختار سي ان اي. هو بدا بسي ان اي هنا، بدا بسي ان اي هنا الحمد لله والشكر لله. اقول له تشوز الفوليوم ده كويس. اوتوماتيكلي ديتكت اوبريتنج سيستم انون، سيبها زي ما هي مش مشكله، واقول له فورورد. طبعا السي ان اي انا جربت قبل كده ال 4 جيجا وال 3 سي بي يو دول ما اشتغلش معايا اصلا، فانا عايزك يا عايز حضرتك تديله ارقام غير عاديه سيني محتاج كويس، ومش هتلاقيش ومش هاخد حقك اصلا كده كده الكلام ده كله فيرتشوال يعني. فلو انا هنا مثلا قلت له 4096 دي في 2 كويس، هتقول له الرقم ده اللي هو ايه كان كده مديله 8 جيجا او اكتر كمان لو قدرت يعني، ودول خليهم ب 2 3 4 5 6 7 8 عادي اب تو 8 خليهم 8، ده اب تو 15 ومش عارف ايه، اديله اقصى حاجه. اسمع كلامي، خد اقصى رقم عند حضرتك هنا بيكتبه لك 15 8 9 9 في السي ان اي. الفي ار ام لا، الفي ار ام خد اللي في السلايدز عادي او اللي في الجايد عادي، انما في السي ان اي اديله اقصى اقصى حاجه ممكن. طيب هنا طلب الكلام ده، وهنا طبعا ايه ادفايز انك تعمل اكتر من 4 جيجا اكتر من 3، احنا الحمد لله عدينا الكلام ده بكتير اللهم لك الحمد لله والشكر. ال 20 جيجا سيبهم زي ما هو، لا خليهم 200 مش هتفرق معانا في حاجه. فاكر احنا بقى ندي بقى مو فيرتشوال ما تقلقش يعني. هو اصلا هيقول لك سيلكت كاستم، هنا في كاستم ليه؟ هو عايز يختار نوع معين اللي هو كيو كاو 2. ف هيروح هنا بسم الله كاستم ومانج، وبعدين يروح على الديفولت كويس، ويروح ياد نيو فوليوم، و هيسميه انا هسميه هنا، كنت عارفكم كنت بمسح ده كله عادي، هسميه هنا اتش سي اي اي 01 سي ان اي 01 بحيث ابقى عارف ان ايه ان ده اولنا يعني.
يعني مش هحط فيه داشز وكده، معرفش قد تعمل مشاكل لا قدر الله. طب انا ايه، هو اختار زائد وعمل سي ان ايه، اداله 200 جيجا زي ما كنا بنقول، سبحان الله. سيرفر بقى حلو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وعمل فينش، هيبدأ يالوكيت، مفيش مشكلة خالص. هنا عمل الفينش ده، وقول له بقى تشوز ايه، تشوز الفوليوم، وبعدين نقول فورورد. هسميها ايه؟ هسميها اتش سي اي، اتش سي اي اي 01 سي ان اي 01. كويس. طبعا لازم كاستمايز اكسبكتد، واقول له فينش عشان ازود كده شويه سيتنجز ايه محتاجها عندي. يعني ابرز السيتنجز دي ايه لو مركز عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه السي بي يوز، لازم تبقى عندي هوست باس ثرو، اكتبها يدوي، هي ما كانتش موجوده، موجوده في الاختيارات. كويس، اكتبها بايدك بعد اذنك. بس هوست باس ثرو، اكتبها صح ان شاء الله، يعني ربنا يستر تبقى مكتوبه صح ان شاء الله. واعمل ابلاي، دي اول حاجه هو طلبها. اعمل هوست باس ثرو، سيبك من هوست موديل. الحاجه الثانيه ان انا ازود الميموري، احنا اصلا عندنا الميموري بسم الله ما شاء الله، نديله اصلا الماكسيمم يعني. كويس. الحاجة الثالثة دي مهمة جدا، نيجي على الاي دي اي ديسك واختار فيرت اي او. قلنا ان الفيرت اي او ده بيدي بقى بيرفورمانس غير عادي مع الديسك ونزلك انترفيس كارد. كويس، فاختار فيرت اي او. يا رب يستر يا رب. والحاجة الرابعة اروح على نتورك انترفيس كارد. وهنا طبعا هو عامل هنا حاجة غريبة قوي في الجايد، انه في اللاب هو عايز 4 انترفيس كارد، وهنا مدي واحد بس. حلو، فانا اصلا هنزود احنا ان شاء الله الثلاثة اللي فايقين الباقيين دول. هنا هعمل اختاره بريدجت. كويس، على بريدج كام؟ على بريدج 3. حلو، واختاره اي 100، ده اسرع حجم في المتاح يعني. وبالمناسبه ان شاء الله لو احنا ان شاء الله بنيجي نزود بقى الفري نتورك انترفيس كاردز التانيين، هنعمل بريدج جديد، بس يبقى عندي بريدج، كان عندي سويتش للستورج وسويتش للسيرفيس والمانجمنت، بس هنيجي وقتها ان شاء الله. طيب في حاجه تانية؟ لا خلاص كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اقول له ايه؟ بيجن انستليشن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كويس، بوت فروم لوكال ديسك. ان شاء الله طبعا لازم اعمل كليك جوه وادخل جواه، وهنا مفيش تولز بقى ولا حاجه. اقول له لا طبعا بوت فروم لوكال ديسك ايه، اقول له الت كنترول طلعني بره، اقول له انستول طبعا انا اسف. وهنا بقى يطلع لك الحاجه اللي هي ايه، بتوريك ازاي اصلا السي ان اي وكده بيان على الحديد. زي ما قلنا لو تفتكر طول الفتره اللي فاتت، عمالين نتكلم عن مينيمايزد اوبريتنج سيستم اللي هو ده. هو على فكره لينكس بيزد طبعا، وحاجه هواوي اصلا كلها حاجات بيزد على اوبن سورس يعني. فبيديني جي او اي بالمنظر ده، اللي حاضر بقى دوس زمان هيبقى عارف الحاجات دي يعني شكل كده. مش مشكلة عادي، مش قصة يعني. طيب انا مش هسأل حاجة. كويس، مش هسأل ايه بقى مين تابع معايا ومين اشتغل معايا وكده، يعني هنكمل ان شاء الله، وربنا كريم سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين، وانتم ان شاء الله تعالى يعني ربنا يكرمكم ويفتح عليكم من فضله سبحانه وتعالى وعلينا جميعا يا رب. طيب هسيب هنا، عامل كليك دخلت جوه كده، السهم تحت وسهم الفوق بيحركني على الحاجات اللي على اليسار دي، ادوس انتر على نتورك يوديني ايه، على يفتح لي ويندو جديده، ادوس انتر تاني دخلني هنا. ف ده الايثرنت، ده الكارت الوحيد اللي واصل عندي ان شاء الله قدام شويه هيبقى 4 كروت ان شاء الله تعالى. ايثرنت زيرو ده ما فيش حاجه اسمها دايناميك ابدا عندنا، احنا كله ايه، كله عايز مانيوال. فلما اقول له مانيوال هنا وادوس تاب، يقول لي عايز IIP ادرس. كويس، هقول له بقى اللي انا كنت عامله سي ان اي 1 اللي هو 192.168.101 نتورك نت ماسك 55 55 55 0. كونكت ناو، مش فاكر كان كونكت ناو ولا لا، كونكت ناو الحمد لله عشان تيست على طول يعني. كونكت ناو، دوس سبيس مسطره، تقول له اوكي. تاب، حركني على التاب. ديفولت جيت واي سيبها فاضي عادي. تاب يحركك. اوكي كويس، تاب اوكي كده خلاص. هو خد ايه حاجه الاي بي فيجن 4، عرفت منين؟ لما اجي هنا اهو لقيت اللي حضرتك شويه كاتبهم 101 سمت ماسك اهو نوت كونفيجرد هوست نيم، الاسم بتاع المشين هنغيره حالا ان شاء الله تعالى. ايه ده، انا اسف والله،
عايز يغير الجيت واي. حاضر، تفضل الجيت واي دخله ب 92 168 100 اللي هو البريدج. صح تفضل مستعد. طيب كده الديفولت جيت واي كده ايثرنت نوت كونفيجر، هيكونفيجر حالا ان شاء الله. الهوست نيم روح غيره وامسح الكلام العجيب ده، وده مهم جدا عشان ايه وانت شغال جوه اللاب ان شاء الله. اتش اي 01 سي ان اي 01 كويس، وهينفعنا قوي حتى واحنا بنبنج وبتاع والحاجات دي ان شاء الله قدام. طيب ربنا يستر امرنا عنده، بسم الله الرحمن الرحيم. لو احنا نعمل باسورد اوعى تنساه. كويس، تايم زون هنحب اختاره انا ايه، موضوع ان انا اسيبه كده. تقريبا مصر كانت فوق متهيألي، صح؟ افريكا قبل اسيا، حتى قبل امريكا كمان اهي. هتلاقي ايجيبت مش هتطول معاك يعني، مش هتغيب علينا ان شاء الله يعني، اول ما نلاقيها ربنا ييسر الامر ما عنده. ولي افريكا كايرو تمام، نسيب الاوقات دي زي ما هي، وغالبا بيجيبها ايه من البايوس يعني. طيب الباسورد بعد اذنك اوعى تنساه. كويس، اعمل باسورد كويسه كده. ايه لو سمحت ما طيب تاب، اعتقد احنا كده ان شاء الله جاهزين ان شاء الله تعالى. انا وانا قال بقى ايه هنا، هتدوس على اف 12 use default hard drive. yes get size disk fail are you sure you want to continue yes توقع الله format هات format يعني اصلا virtual machine بقى. كويس for all partitions خلص، هبدا بقى ما شاء الله كده يعمل ايه، يعمل install. ربنا سبحانه وتعالى يستر الامر من عنده يا رب يا كريم. طيب formatting ال partition، formatting partition ended، وداني فعلا من minimal operating system. حتى الاوبريشنز اللي فيه غير خالص عن غير اوبوتو بتاع امبارح يعني. كويس، امبارح كانت القصه ادفانس عن كده بكتير قوي يعني. طيب نتنقل على واحد تاني. هنا هو بقى ايه بيقول لك بعد ما يخلص ادخل عليه وكده. طيب السؤال لحضراتكم، اللي موافق منكم ان احنا نعمل انستول للفي ار ام ونسيب ده يكمل على جنب، يرفع ايده، لان لو ما عملناش كده هفضل مستني ده لما يخلص. فتحب نستناه ولا اسيب ده مفتوح وابدا في الفي ار ام ان شاء الله؟ ريز هاند لو موافق نبدا في الفي ار ام. تمام، انا كان ظني كده برضو ان شاء الله تعالى. شكرا لحضراتكم. خلاص ده كده ايه، هسيبه بقى يكمل على جنب، مفيش فيه اصلا حاجه ان شاء الله دلوقتي يعني. وروح بقى ايه هنا، خلاص انا هرجع للبنج دي تاني اللي هي في صفحه 25 ان شاء الله تعالى. وروح بقى اعمل ايه دلوقتي الفي ار ام. كويس، الفي ار ام هو بيقول لك عيد نفس الكلام تاني. كويس، مع الكونفجريشن يعني هو نفس الكلام بالظبط، اللهم الا بقى ان احنا هنغير في السيتنجز. همشي مع السيتنجز دي عاديه يعني، الفي ار ام اقل امكانيات تكفي. فهاجي هنا، بسم الله، اصلا انتقل مني شويتين وده امر اكسبكتد يعني وبتاع وكده، وعشان كده كنت بقول لكم ان غالبا مش متصور ان هو هيشتغل على فيرتشوال ماشين بصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الماوس بتقف. طب هاجي هنا كده اعلق ماشين جديده. كويس، من لوكال ميديا فورورد الايزو، اختار بقى ايه من اتش اي 01، اختار الفير ام المره دي واقول له تشوز فوليوم اوتوماتيكلي ديتكت، لو قدر يديتكت الفوليوم واقول له فورورد. هنا او هنا مديني بقى شويه سيتنجز كده، بيقول لي ان اختار الرام 3072 اللي هي 3 جيجا يعني، واديله مديله كام كور هنا، 4 ماشي، ما كله فيرتشوال عادي، 3 4، واقول له فورورد. المانيوال اختار الديسك مانج، اتش سي اي اي، ازود ديسك جديد، اقول له اتش سي اي اي 01 في ار ام دوت كيو كاو 2، واقول له لا كانت 200 جيجا من هنا. انا فاكر كان في اوبشن كده كنا بنختاره، صح؟ هيبقى الحل اهو كده ان شاء الله تعالى، واختار اتش اي 01 في ار ام كيو كاو 2
ايوه كده تمام. واسمي الماشين دي، هسمي اتش سي اي 01 دي ار ام، واكستمايز. اوعى تنسى تكستمايز، لازم تكستمايز ان شاء الله تعالى. هاجي انا واقول له فينش، اروح على الميموري. هو انا عايز يخلي المينيمم 3003 جيجا والماكسيمم 5120، 5 جيجا ماشي. ابلاي، اديله بقى النتورك انترفيس كارد. اوصله على بريدج 3 واخليها اي 100. سيب الماك ادرس زي ما هو. ايه وهديله الادرس ده ان شاء الله لما نشتغل، مش هديله ده بقى زي ما اتفقنا. واسمي الهوست نيم في ار ام ماشي، دي في لما ستارت انستليشن يعني. طيب كده احنا ايه، بس اشوف البروسيسور الاي دي ديسك كان ادفانسد، كنت بخليه فيرت اي او. يا رب. والبروسيسور كنت بخليه هوست باث ثرو. هنا مش مهم قوي بس ايه اعملها احسن يعني، لان ده مش هيكريت عليه اسباس ثرو دي، عشان حضرتك عارف لما كنت بفضل لما كنت بدور عليها يعني، ده بينيبل الفيرتشوال ماشين دي ان تعمل عليها فيرتشوال ماشينز تاني. طبعا دي ار ام مش هعمل عليها حاجه، بس ايه ما نخسرش حاجه ان شاء الله نعملها يعني. اعتقد ده زمان اخلص ده خلص فعلا الحمد لله والشكر لله اهو، وبيعمل عمل ريستارت. هو طبعا بيبقى طيب خليه يستارت براحته، ده احنا بيجي الانستليشن هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ كده. ده برضو اختار انستول كويس واسيبه يبوت. طبعا هو برضو بيزد، هما غالبا حاجتهم بيزد على سنتوس، والله تعالى اعلى واعلم يعني، هو اتوقع ذلك يعني. كويس. طبعا هتلاقي بقى هنا ايه ارقام ما شاء الله، بقت لي حاجات عمالة، بس هو ان شاء الله هيشتغل حالا يعني كويس. انا لسه ايه بيانت، خلينا نبدا الانستول ده ان شاء الله، مفيش مانع ان احنا نبقى الاثنين جنب بعض. طيب كده هنخلص ان شاء الله دلوقتي الانستول بتاع السي ان اي والفي ار ام كويس. اوبشنال على بي سي 2؟ لا مش عايز بي سي 2 خالص، انا كده كده اصلا في اغلب الاحوال هنستول السي ان اي 2 ان شاء الله على نفس الماشين دي برضو، ربنا يصل الامر عنده سبحانه وتعالى. مفيش كونكشن اصلا في النص، ولا في ايه، ولا في كيبلز ولا كلام من ده. هسكيب موضوع بي سي 2 ده واتنقل على تيستنج فيجن كمبيوت، بس لما اخلص بقى الانستليشن كله ان شاء الله يعني. ده كده اللهم لك الحمد جاهز اهو. الماشين اسمها اتش سي اي اي 01 سي ان اي 01، بلوجن اليوزر نيم اللي اسمه روت، والباسورد اللي هي ايه حضرتك عملتها وانت بتعمل البتاع كده. انا لوج دي ان الحمد لله والشكر لله. لو قلت اي اف كونفيج هيقول لي الاي بي ادرس بتاع الايثرنت 0 اللي هو اول واحده 192.168.1.101، ممكن اقول له بقى بينج بسم الله 192.168.1.100 اللي هو الايه اللي هو البريدج بتاعي. اللهم لك الحمد لك الشكر كده رب ييسر. كده الماشين دي جاهزه اللي هي سي ان اي 01 خالص، ممكن اطفيها خالص، اصلا مش هطفيها خالص، ممكن ايه اقفلها كده، هي مفتوحه ما قفلتش خلي بالك، لان هنا هي هتلاقيها راننج كويس اللي هي سي ان اي 01 دي، انساها خالص بقى دلوقتي. وتعالى على تعالى على دي اسم الهارد درايف، مش عايزين منه حاجه. النتورك اي بي فيرجن 4، الايثرنت 0، دايناميك لا مانيوال كويس، واي بي ادريس بسم الله 192.168.1.103 55 بسم الله 255 0 كونكت. والله الديفولت جيت واي المفروض كنت ادخله بالمره وانا فوق هنا. طيب الديفولت جيت واي اهو 192.168.1
مية. بسم الله يا رب يسر يا رب العالمين. انا في الحقيقه مش عارف هو اصلا ازاي يبقى عندي ريفوت جيت واي بره جوه كده. خليني امسح ده، همشي مع الجايد بالظبط. خليني امسح ده من هنا كويس، وداخل ريفوت جيت واي هنا. هو انا ظني ان هو ده جلوبال على اللي بره، ده هيبقى جلوبال على الماشين، اللي جوه ده سبيسيفيك للكارد لوحده. 62 واحد مية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش قلت بقى، اوكي خلاص كويس. اسف، المفروض انزل على اوكي تحت. اوكي الهوست نيم، ما بحبش الاسماء دي ابدا. اتش سي اي 01 بي ار ام. اوكي التايم زون، على فكره التايم زون ده هيفرق معانا جدا بقى جوه، لان زي ما قلت لكم امبارح ما اقدرش مايجريت الماشينز بينها وبين بعض اكتر من 4 دقايق. كايرو الايفون بتاعي لسه. بسم الله امريكا كايرو بس. اختار كايرو ولا طيب الباسورد. اوكي كده شرحنا جاهزين. نروح بقى ايه، ممكن كنت اقول له اف 10 ودي اوكي من هنا، هيبدا على طول ان شاء الله نفس الكلام بالظبط. بس حضرتك يقعد يقول لك بقى ايه متاكد معرفش ايه وبتاع، اقول له اه هبدا الفورمات برده ان شاء الله تعالى. طيب كده عبال ما ده يخلص، تعالى بقى نخلي البي سي بتاعنا او اللابتوب بتاعنا نفسه فايل سيرفر. يعني ايه فايل سيرفر؟ يعني كلهم يعملوا كونكت عليه ويعملوا بقى سيف للداتا بتاعتهم عليه. لان المفروض الطبيعي ان انا ما يبقاش عندي الاستورج بيتحط جنب الكمبيوتر، الكمبيوتر الاستورج لوحده. فهعمل ايه؟ هاخد الكوماند ده كوبي كده لو صفحه 28 واروح على التيرمينال واعمل له بيست. كويس هيطلب من الباسورد، هقول له الباسورد بتاعتنا. هو اوريدي الحمد لله شكرا ايه كده كده اصلا عندي، هو اوريدي ذا ليتست باكجز يعني وكده. طيب هتستنى انت لحد ما يخلص عند حضرتك، هو خلص اهو. واجي بقى هنا واقول له ايه، هو بيفضل بقى تول اسمها فيم فور اديتنج، فيقول لك نزل فيم وكده. مش لازم فيم ولا حاجه، نانو كويس جدا جدا وبيقضي الغرض يعني. بعدين اختار بقى دايركتري، اروح احط عليه الشير ديتا بتاعتي. فعلى سبيل المثال ممكن احط الدايركتري ده جنب ال جنب الايزوهات، او ممكن اقول له لا انا كنت عامل دايركتري شير كنت احطه فين، هنعرف كمان شويه. خلينا نروح على الديسك توب، لا خلينا نروح على دوكيمنتس. كويس اتش سي اي 01 نقول له بقى ميك دايركتري. ميك دايركتري يعني اعمل دايركتري اسمه اتش سي اي 01 جوه دوكيمنتس. كويس لكن لينكس كيس سنسيتيف دوكيمنتس طبعا. ايه اللي مش هتضحك ما شاء الله اتش سي اي 01، انا كده جوه اتش سي اي 01 دلوقتي. كويس قول له بي دبليو دي دي عشان يجيب لحضرتك الباث كامل بتاع الدايركتري ده، هعوزه دلوقتي ان شاء الله. الان من الريز هاند ده والله. ها لسه ريز هاند ولا لا؟ الحمد لله كان من خطا وخلاص. هجيب مكان الدايركتوري ده وهروح في فايل معين كده عندي هنا اللي هو ده سودو باش فيم، خليها سودو نانو اي تي سي اكسبورتس. هقول له هنا انستليشن تقيل سودو نانو اي تي سي اكسبورتس، هيطلب الباسورد بتاعتنا. الريكورد الحمد لله وشكرا لله. هو اللابتوب واقف كويس، انا هصبر كده لما ينطق. او الحمد لله والشكر لله. نانو مكتوبه غلط، هو الانستليشن بس لما بيخلص ان شاء الله الموضوع هيفك عن كده شويه كتير.
يعني الدي ار ام لما يخلص، معرفش هو خلص ولا لسه، يعني طبعا الديسك اكسس هو ابوغ حاجه، وانا عندي اوبونتو هنا مش على الاس اس دي، على الميكانيكال عادي، فطبعا بطيئه يعني. الله ربنا يا رب ييسر الامر للجميع سبحانه وتعالى. طيب نانو اكس اكسبورتس اهي، بص الحاجات دي مش موجوده قبل كده يعني، فتح حضرتك هتلاقي الفايل ده فيه الحاجات الزرقاء والتركواز او ايا كان اللون اللي فوق ده من غير اللي تحت دول، كويس. دي الحاجات اللي هي ايه اللي انا كنت كاتبها قبل كده يعني، والكومنت ده انا واخده اصلا من عنده، فاخده بالظبط زي ما هو، ما تغلبش حاجه فيه يعني. دي اللي اسمها ايه البيرميشنز على الدايركتوري ده، كويس. انا كنت قايلها من البي دي اف، لو هتاخدها كوبي اتاكد بس انك ان الكوبي شغال صح يعني، كنترول او كنترول اكس كده. انا عرفت الماشين بتاعتي ان هي ايه، ان هي هتبقى فايل سيرفر، كويس. هنا بقى ريستارت السيرفر عشان يقرا الكونفيجريشن في المكان الجديد اللي انا لسه ضايفه حالا، فريستارت الكيرنل سيرفر فيلد خيرا. سودو سيستم كنترول، لا ازاي طبعا، سودو سيستم كنترول ريستارت بسم الله، الماشين واقفة معلش. اس كيرنل طبعا دوست تاب بقى ايه عايز المرات لا نهائي يعني، عشان الواحد بس يتعلم ان الصبر، الصبر ان الصبر مهم. كل دي تاب انا دوستها، انا كنت مستعجل فعمال ايه دوس تاب 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 تاب. لا طبعا لا، ان اف اس سيرفر تو سيرفيس، فما فيش ان اف اس كيرنل، ما هو ان اف اس كيرنل سيرفر صح، هو انا عايز هنا ان اف اس كيرنل سيرفر، فانا هنا اقول له ان اف اس كيرنل سيرفر، يمكن اقول كده ده غلط فعشان كده كان عام كده من ساعتها. لما بتدوس تاب بيبقى اوتو كومبليت، بس هو طبعا هنا عشان بينستول فالماشين اتقلت مني. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كده الحمد لله عمل ريستارت خلاص. انا لا مش هعمله ان هو يأوتو ستارت لما الماشين تقوم. بسم الله مش هعمل انا ال مش هعمل انا الكوماند ده، ودي عشان يعملوا ايه ان اف اس ستارت، ولا اعمله يعني ماشي ان ستارت ان اف اس كيرنل سيرفر لما يبدا يقوم. لا انا مكنتش عامله في الحين، مش فاكر عامله ولا لا. طيب configuring and testing الفيجن كومبيوت، هنا بقى الخطوه اللي احنا ايه منتظرينها من ساعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ما خلصش الانستليشن، لازم استنى ما يخلص. لما استنى ما يخلص ان شاء الله تعالى، وذن هروح بقى افتح اليو ار ال بتاعه، كويس. طيب في ادرس انا كنت مديهوله من شويه بتاع الفي ار ام مش بتاع السي ان اي، حلو. افتح اليو ار ال بتاع الفي ار ام، كويس. ودي الباسورد الانيشال باسورد بتاعتهم، هيبقى هتعمل الباسورد اللي انت ايه اللي انت عايزها يعني. هنا ازاي تضيف الستورج اللي عملناه من شويه،
هقول لك حالا ان شاء الله هتضيفه ازاي، ربنا يستر الامر، بس هيخلص ان شاء الله ونشتغل على طول ان شاء الله. خلينا كده نقفل الحاجات اللي واخده مننا ميموري، ان هو اكيد عايز ميموري على قد ما يقدر. كنت عايز اوريك حاجه هنا اللي هو ايه، اللي هو ده. طيب ممكن نقفل ده، هو ده بيعمل ايه، او نقفل ده، خلينا نكود ده. وخلينا نكود ده خلاص، لا خليه عشان اخد من الباسورد وكده. خلينا نكود ده اي حاجة ممكن توفر ميموري. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. انا اسف يا جماعة. طيب في اسئلة في اللي فات ده، لو حد عنده سؤال ممكن يريز هاند لحد ما يخلص انستليشن. طيب هسألكوا سؤال بالأمانة، يعني ايه السؤال ده انا شخصيا اتسألته لما كنا في الكورس بفضل الله سبحانه وتعالى. مين ان شاء الله تعالى هيبدأ من بكرة ان شاء الله يجرب في الانستليشن ده وهيخش بقلب ميت ولا في دماغه؟ يعني يريز هاند كده. في حد بس انا ما شاء الله اصلا ماشي معايا في الخطوات، ربنا يبارك فيها رب. ما شاء الله ممتاز احمد، جزاك الله خير يا احمد. انا عارف بيت الناس كمان هتريز هاند معانا. وتشتغل ان شاء الله تعالى. يا رب بارك، يا رب بارك، شغل قوة الا بالله. وحنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرنا سبحانه وتعالى اولا واخرا، وان شاء الله تعالى نكون مع بعض في الخطوات ومعاكم، يعني لحد ان شاء الله تشتغلوا القصه وتبقى ممتازه ان شاء الله تعالى. هستأذنكم، انا شفت حد بعت سؤال بس معلش هخلص بس الحته اللي فاضله دي واجاوب على الاسئله بتاعتكم ان شاء الله دلوقتي، لانه خلاص الفي ار ام هيشتغل اهو الحمد لله والشكر لله. فانا حاضر يا احمد، لو الاسئله جوه هجاوبها ان شاء الله تعالى، بس ايه اخلص الحته اللي عندي بحيث يبقى اللاب على بعضه في التسجيل حتى، ذن بقى ايه نجاوب الاسئله ان شاء الله مع بعض. فثانيه واحده عليا واقول لحضرتك اهو، لان السؤال بتاع اي جراب ده داش سي ده بتاع اكونت على الفيرتشوال ماشين هيبقى له كلام كبير جدا، لان احنا قلنا كي بي ام مش سبورتد اصلا على ويندوز، فهتران ولا لا عليها الله تعالى اعلى واعلم. الفي ار ام بتستارت اهي، ربنا يستر الامور من عنده سبحانه وتعالى. مش هنعمل كده من ساعتها يعني، ربنا كريم يا رب يستر. يعني الفار ام مش تقيل اصلا، انا متفاجئ في الحال ان الفار ام عامل كده. يعني بص يا علي، انا مش ميال قوي علي ان انت تشتغل اصلا في كلاس بي كويس، انا عايزك تشتغل احسن في كلاس سي 168 واحد اللي انت عايزه. خليك في الوحيد تمام، تبقى ثابته لا تبقاش ثابته حاجه خالص تمام. الثبات ده مش مطلوب، اسف، تبقى حاجه ثابته لكن مش زي ما هو عامل اصلا كويس، ما تتعارضش مع اللي عندك واعمل اللي انت عايزه. بالنسبه للمعتزله، هي معتزله بدل ما كاتب زيرو يبقى كده الفيرشواليزيشن مش انيبلد عند حضرتك، فلازم اصلا نشوف ازاي انيبل النست فيرشواليزيشن على الفيرشوال ماشين. واعتقد هو ده الاشكال، ان النست فيرشواليزيشن مش انيبلد على الفيرشوال ماشينز اصلا، فده اللي موقف الدنيا في البي ام، ان هي تعوز سيرش مننا. زيرو كده لا ما تكملش يا معتز، لان كده مش هيظبط معاك. بالنسبة لعلي معلش اصل جاوبتك بوضوح ولا لا، مش مركز قوي، بس اللي هو كاتبه مش شرط، وهو مفيش تعرض وخلاص يعني. فافضل انك تعمل الرينج اللي احنا الرينج الطبيعي بتاع الراوتر بتاعنا عشان ما يبقاش في مشاكل ان شاء الله قدام. ده واقف عند القصة دي سبحان الله. مفيش مساحة عندي فاضية ولا ايه؟ ممكن صور عند الاو اس، لا الحمد لله عندي فري سبيس. صحيح ان هي 20 جيجا بس هو صور عند دي من ساعتها، فانا
دي قد يكون نفس الرقم ده اصلا من ساعتها، فقلقت يمكن يكون من الاستورج يعني. في الحقيقة يا محمد انا مش متأكد، معرفش دي سؤال ولا معلومة، بس انا فعلا مش متأكد يعني. انا في ام وير مش شاطر فيه، ودي دي غلطة من عندي يعني. كان المفروض اصلا اذاكر في ام وير من زمان، لان هو حاجة محترمة جدا وحاجة مهمة، بس للأسف ما ذاكرتوش. سي ان اي 01 ده لو جيت عليه كده ممكن اعمل حاجة دلوقتي، ممكن هنا اللوجن بروت وفي الباسورد اللي احنا عملناها قبل كده، واقول له شات داون ناو. كويس، فيقوم يطفي يرفع معايا في الريسورس شوية، لعل وعسى ده يساعد معانا في الـ في الانستليشن. على فكرة ما شاء الله في الفيديو بتاع اللي هو كتب عليه اولد ده، الانستليشن اتعمل بتو سي ام ايز، سبحان الله يعني. مش عارف يعني سبحان الله، وقتها كانت ما شاء الله كانت الريسورسز ربنا يبارك ميسرة يعني. ده واقف كده، استك في مشكلة، مش هتقول في مشكلة ولا مش عايز استعجل. قعدت مرة اسبوعين مش عارف اعمل فيرتشوال ماشينز، عشان كنت بستعجل في الفي امات، وطلع في الاخر الموضوع شويه صبر بس، تاخد ربع ساعه ولا حاجه. داخل هايبر في انا كنت برن وكان بيشتغل. ايوه ما هو ماشي، ما هو ويندوز على ويندوز تمام. المشكله هل الكي في ام سبورت اصلا على هايبر في ولا لا، او على في ام ولا لا. يعني الاشكال اللي زي ما قلت لك قبل كده ان كي في ام مش سبورت اصلا على ويندوز، فاهم قصدي؟ استغفر الله العظيم يا رب. نعمل ريستارت ولا ايه؟ انستول في ار ام تاني، وهنا ناو ان او اس انستول بليز ويت سيفرال مينتس. في حاجة شغالة؟ هو شغال لأن هو كده بي تقول فايل سيستم بعد اليوتيلايزيشن. عايز ال current operations دلوقتي اللي شغالة، البروسيسز هنا في الديسك، الديسك رايت كذا، ده اللي بيسجل اصلا. سبحان الله. طيب لعله خير، تعال نكل الماشين دي. فورس اوف، فورس اوف، وتعال شوف هي اصلا لسه موجوده ولا لا. الفي ار ام دي هتعمل اعمل لها رن وشوف هتبقى عامله ازاي. اهو نزل اهو، بس اصلا ده انا طفيته. ستارت جنرال سيرفيس خلاص كان نزل، وهو يعني مش عارف هيبان حالا ان شاء الله. تعالى هو كده ما شاء الله يعني، هو كده كانه انستولد فعلا يعني. كان المفروض استنى شويه وانا استعجلت. بسم الله الرحمن الرحيم، لعله خير. انا عملت فورس اوف يعني، حتى ما مش سوفت شوت داون. كويس، هشوف كده لو النتورك اشتغلت. لوج ان انكوركت، حاضر هركز في الباسورد. روت الباسورد ده غلط ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
كوميدي جدا ان يكون انستراكتور اللي بينستول عمال يقول للشباب اتاكدوا من الباسورد، الباسورد مع انكوركت. 90 ثانية. طيب هي لعله خير، همسح الماشين دي. ديليت بكل حاجة. ديليت ديليت. ماشي يا شباب، يعني مش بإيدي والله. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح الفايل تاني كده على الكونفيجريشن بتاعتها اللي جار ام. سبحان الله سبحان الله عليك. لوكال انستول نكست براوز هنا. لا طبعا انا عايز اختار الجي ار ام ايزو. بسم الله الرحمن الرحيم، اوتوماتيكلي ديتكت فورورد وايه هنا 3072 3000. هو انا غلطت برضه. بص بقى هديله 15 899 واديله 8 برضه كمان. خلينا ايه ندي كل ماشين اللي هي عايزاه. هنمانج، خلينا نختار الجي ار ام ده على طول، مش حقيقة جديد، واقول له فورورد واسميها HCIE01. طبعا كل ما بدي ريسورسز اكتر كل ما ايه بيأدي احسن، يعني لو في امكانيات متاحة اصلا. CPUs 8 host pass through apply memory 15 اصلا. الديسك انا فاكر الديسك كنا بنختار vert IO صح؟ هجي اتاكد ان هو وقف عند الديسكس، هتاكد كده هنا في الكونفيجريشن. باس ثرو ادي اول واحده، الرام تاني واحده، فيرت اي او تالت واحده، بعد كده البريدج والاي 1000، وبعد كده خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نتورك بريدج والاي اب ابلاي بيجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قد تكون الغلطة عندي انا كنت مقلل في الريسورسز، او في حاجة في ان هو واقف عند الفايل. هو طبيعي مش منطقي اني عملت فورس شت داون اللي يمكن يكمل، يعني انا اسف سهرتكم لليوم التاني، لكن هو الديمو سبحان الله يعني الديمو اللي فات ما شاء الله كان بي سي ان اي 1 و 2، ده برضه هيظبط ان شاء الله تعالى. الحاجات كلها بتبقى بس ورد انها تحصل يعني. شباب انتوا في حل، اللي عايز يقوم ينام واللي عايز يقفل وكده يقفل، عشان اخلص الفيديو ان شاء الله وارفعه. ان شاء الله برضو تصحوا الصبح تلاقوه مرفوع ان شاء الله تعالى. يعني انت طبعا شاكر في ذوقكم جدا ووجودكم، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. طيب ده ايثرنت مانيوال، احنا قلنا 192.168.1.103 زيرو كونكت ناو. اوكي بسم الله، هي 68.1.100. اوكي الهوست نيم HCIE01 VRM تايم زون. بسم الله فكرة كايرو. الفورمات كلها نستعمله قبل كده، طبعا هذه الفورمات كلها.
فورمات اول بارتيشنز. نعمل له فورمات، نعمل فورمات كله. طبعا كل ده عشان اصلا كنت عامل قبل كده ايه كنت كسلت اعمل هارد جديد، ففي الحقيقة الله كسلت اعمل هارد جديد، واصلا كان كتب عليه حاجات قلت فورمات بقى وبتاع وكده. عايز 11 7 2 3 6. فورس اوف طبعا، وهاجي هنا اقول هبدأ من الاول تاني. سبحان الله، انا بس هنا زودت الهارد كويس، مسحته وعملت هارد جديد. وعملت اون فمش لاقي البوتة بالمرة بقى. انا اسف، هعملها مره كمان، انا هبدا من الاول تاني. انا عندي حاجات جاهزه ممكن اعملها رن، بس مش عايز اعمل كده. هاجي هنا وامسح دي، الفي ار ام دي اشيلها خالص، ديليت بكل حاجاتها، كله الايزو لا. ديليت بكل حاجاتها ونعمل واحده تانية، كله عشان كسلت بس اغير الهارد. سبحان الله. ابراوز، نجيب الفي ار ام، اوكي، واقول له فورورد 15 899
وده 8 فورورد مانج. تعالى على الديفولت زود هنا اتش سي اي اي 01 في ار ام نيو وخليها 200 وفينش. بسم الله. واختار فين النيو. ماشي. شوز الفوليوم وقول له فورورد اتش سي اي 01 في ار ام نيو كاستمايز فينش. مش هتفرق كتير. سي بي يوز 8 host pass through memory boot options IDE alert IO network interface card bridge ELF. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كسلت اغير هارد ديسك فيعني ايه ضيعت وقت كتير جدا، بس ماشي لعله خير الواحد بيتعلم يعني. طبعا لو غيرت الهارد ديسك اتفاجئت ان هو مش وديله الايزو مش راضي يبوت منه وكده. انا كده بس كل اللي عملته ان انا عملت الماشين من اول وجديد تاني، يعني مسحت الريسورسز بتاعت الفي ار ام وعملتها من اول وجديد. لا مش فاكر بقى الجزء ده في الفيديو، في الفيديو اشيله ولا اسيبه مش عارف يعني. بروح بفكر اسيبه وفكر اشيله، مش هستعجل في القرار ان شاء الله يعني. هو ده الاول بس يخلص ان شاء الله وبعدين نتفاهم.
للاسف انا مش فاكر في الفيديو اللي فات اللي كان بيحصل معايا ولا لا، كان متاخر كده يعني. طبعا هو ما كانش بيقفل الحمد لله، بالذات ان ده كان يعني كان كده، بس اول مره يحصل معايا مش عارف. في مشكلة، إن المشكلة تبدو في الستوريج. طبعا هسيب ده واشغل بقى واحدة من اللي عندي. هسيبه على جنب كده نشوف خلاص ولا لا، واشغل واحدة من اللي عندي قبل كده. عندنا هنا سي اي اس في ار ام دي، تعالى كده هنشغلها. مش فاكر الاي بي ادريس بتاعها كام. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز نشغل بريدج 2. الايرور ده حصل ايه؟ ان انا هنا عامل بريدج ما اشتغلش لوحده، وعايز اشغل بريدج 2. بريدج ده هشغله ازاي؟ هفتح التيرمينال، مش هعمله بقى جديد، انا عارف ان هو عندي اصلا، فانا هفتح التيرمينال واشيل الكومنت اللي على بريدج 2، فكده هيتضاف اوتوماتيك. يعني هشوف دلوقتي ان شاء الله هنروح على الفي ار ام هنا، اروح بسم الله اديت كونكشن ديتيلز نتورك انترفيسز، الاقي بريدج 2 ما شاء الله ايه بقى موجود عندي، اختاره. بس ده هيدي ايرور معايا ان ده واخد نفس الفاميلي بتاعت البريدج 3. ما اعتقدش هينفع يشتغلوا مع بعض. الحل ان انا اوصل الفي ار ام على البريدج 3، حتى عشان خاطر لان هو ده واخد واحد واحد والتاني فوق والتاني تحته بالظبط. واخد 100 انا هرجع ده كده واوصل الفار ام دي على بريدج 3، فاجي عليها واعمل اوبن من هنا
كده استك في مشكلة ما حصل، واجي على الانفو بتاعه واروح على ال network interface card واخليه على بريدج 3 وابلاي واستارت الماشين دي. بسم الله الرحمن الرحيم لحد بس ما اشوف اللي كان حاصل ايه يعني. سبحان الله ايه اللي بيخلي ده يقف هنا مش عارف. طب ال VRM اشتغل ولا لسه؟ ده ال VRM installed في الفيديو اللي فات، انا بس غيرت البريدج خليته كونكت على البريدج 3 ممكن اصلا ابقى شغل ال ممكن ابقى شغل اصلا السي ان اي بتاعه سي اس بي ار ام سي ان اي 1 وسي ان اي 2. الادرس بتاعه كام؟ 192.168.1.201. طيب تعالى كده 1.201 هو كله شايف بعضه الحمد لله، بدون اول واحد يبقى خلاص كده ايه يبقى كله مع بعض يعني. طيب تعالى انا كنت عامل سي ان اي 1 192.168.1.101. تعالى اول نشوف ده اصلا ده عبارة عن ايه بقى. هفتح البراوزر كده وبيموت عشان حاجة معانا حصلت. زي ما هو افتح البراوزر واكتب له اي بي ادرس ده 192.168.1.201. بيطول شويه في الكونكشن يعني ايه ما يشتغل عند حضرتك ان شاء الله هيدي وقته خالص يعني ما تستعجلش عليه. وهو الفيديو اللي فات اللي انا كنت رافعه اللي هو مسميه اولد ده عليه قصه بسم الله ما اقولك كانت شغاله يعني سبحان الله اللي ما كانش عاجبني ومسميه اولد ده، وده ان شاء الله هيشتغل برضه. اعتقد هنا كان عايز البورت نمبر هيعوزه اللي هو 8443 201 كولون 8443. للدرجه دي يعني حتى الجريمه مش راضي يظبط. مية وعشرين ده اول واحد خالص. طبعا كده هو لازم اغير في السيتنج بتاعت البريدج. انا
عندي هنا فكرة جريئة شوية، إن أنا أوقف على كده. طبعا أزعجته جدا جدا من الله دي وطولت، لكن ربنا سبحانه وتعالى مأذنش إن هي تشتغل معانا سبحان الله. الايرور ده بهدل الدنيا خالص، فأنا مش هقعد أجرب بقى حاجات كده هضيع لكم وقتكم على الفاضي يعني. بعتذر، وإن شاء الله تكون ظبطت معايا بكرة، عارف الايرور ده إن شاء الله جاي منين، وتكون القصة بقت أوضح يعني. انا خايف بس يكون ده مشكله في الريسورسز مش مكفيه او حاجه زي كده هي اللي مخليه بيعمل الحركه دي، ان يوصل 25% وما يكملش معناه ان في مشكله ما يعني. هفورس الاوف، لازم افورس الاوف. ده اعمل له شوت داون، ورجعه على بريدج 2. وبكره بقى ان شاء الله هبدا محاضراتكم من اول الديمو. والفيديو اللي فات فيه تفاصيل، اعتذر جدا جدا مره تانية، لكن هحاول كده اشوف ان شاء الله الايرور ده كان في ايه. الفيديو اللي فات فيه 2 سي ان اي وواحده بي ار ان، ما شاء الله يعني. مش عارف لكم في اسئله ولا لا، هقول لكم بس يعني في حد لو حد عنده سؤال ممكن يساله. ما كانش نكمل كلام بكره ان شاء الله. نعتذر مره ثالثه واستاذنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على محمد وعلى اصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.